والإعلان والتنسيق. النهاردة الحلقة بتاعتنا تعتبر حلقة من الحلقات الإثرائية التي نتحدث فيها عن أنواع الأخشاب المستخدمة في عمليات الديكور. بما أن التخصص بتاعنا من ضمن اللي هي المهارات اللي بيتعلمها الخريجين فيه هو ان هو يشتغل فن ديكور داخل اماكن العمل، وفن الديكور من ضمن المهام بتاعته ان هو احيانا بيبقى شغال تحت ايد مهندس الديكور للاشراف على العمليات التي تتم داخل الاماكن، بيبقى واقف بيشرف على بداية من مخططات اعمال الكهرباء وباصص عليها الاماكن اللي حدد فيها مهندس الديكور وجود العلب الخاصه بالكهرباء بتبقى فين، بيشرف على ان ده وفقا للرسم الهندسي اللي سايبه له مهندس الديكور عشان يتابع ده، بيبقى برضو المحاره يعني عارف ازاي هتبقى شكلها ايه في النهايه عشان خاطر لما تيجي بعد كده تدهن ما يبقاش فيها علي وواطي، فعارف هو ازاي بيستلمها ازاي على قدة معينة طول وعرض بطريقة معينة، عارف النقاش وهو شغال بيسحب كام سكينة معجون عشان يساوي السطح، وبيقدر ان هو بيقيس برضو هل هو ملى الفراغات الخفيفة اللي هي العين ما تلاحظهاش ولكن مع التعرض للضوء تلاحظها. كل الاجراءات دي هو بيكون متعلمها، ومن ضمن ده الإجراءات الخاصة باللي هي عمليات التصنيع، التجاليد الخشبية اللي موجودة داخل المكان سواء كانت تجاليد خشبية للجدران أو للأسقف، أنواع اللي هي الأخشاب المستخدمة في صناعة الموبيليا إذا كان هيستلم حاجات لسه هتدهن بنفسه يعني. فهنا لابد أنه يبقى عارف إيه هي أنواع الأخشاب المستخدمة في عمليات الديكور. النهاردة إحنا بنتكلم على أنواع الأخشاب الطبيعية، وأنواع الأخشاب الطبيعية اللي موجودة في أو تستخدم في عمليات الديكور داخل المنشآت المختلفة هي أنواع كتيرة جدا، لأن إحنا عندنا أخشاب طبيعية محلية وعندنا أخشاب طبيعية مستوردة. أخشاب الطبيعية المحلية ليها نظام وليها استخدام وليها مستوى معين من الجودة، والأخشاب الطبيعية المستوردة ليها أيضا نظام واستخدام ومستوى أعلى من الجودة. نتمنى أن مصر يعني إن شاء الله يتم زراعة بعض اللي هي الأشجار اللي هي الغابات الشجرية اللي خاصة بإنتاج الأخشاب بإذن الله تعالى، ويبقى عندنا مستوى عالي جدا من جودة الأخشاب المصرية الوطنية بإذن الله. عايز أقول إن إحنا بنشوف الخشب قدامنا، حدش فينا شاف إزاي الخشب ده بيجي من الشجر، لكن إحنا النهاردة بإذن الله تعالى هيبقى معانا يعني فيديوهات بنعرض فيها إزاي بيتم استخلاص هذه الأخشاب من الأشجار. القصة بتبدأ إن في يعني مناطق بتبقى مزروعة بالغابات اللي هي بيتم يعني استخلاص الأشجار اللي هي الخاصة بالخشب أو إنتاج الأخشاب منها. وعايز أقول حاجة، إن هذه الغابات ليست غابات طبيعية، يعني ما كانتش موجودة من قديم الأزل. ده في بعض الدول خدت أماكن عندها، هذه الأماكن قامت بزراعتها بأنواع أخشاب معينة، وأنواع الأخشاب دي بتعيش على مية قليلة، نسبة النمو بتاعتها عالية، الأخشاب اللي بتنتج منها بتبقى نسبة الصلابة بتاعتها مقبولة للاستخدام في العمليات الصناعية المختلفة، ولما بيقطعوا الشجرة بينبت في مكانها شجرة أخرى، أو بيكونوا يعني إذا شال الشجرة من جذورها بيكون في شجرة تانية بدأت تظهر جنبها، فبيعملوا عملية تجديد لهذه ايه الغابات. طبعا اللي بيجرى بعد القطع غالبا يمكن في اوروبا عشان وجود انهار كتيرة وفي امريكا، يعني غالبا بتكون هذه الغابات قريبة جدا من مصادر
للأنهار يعني والمجاري المائية يعني. فلما بيتم قطع الأشجار دي طبعا لأن عملية الشجرة بتبقى عملاقة جدا وعملية النقل بتاعتها بتكون مكلفة جدا، فبيتم النقل عن طريق الماء. شجرة بتنزل ينزلوها في المية، يبتدي ونش معين يجمع ويربط الأشجار جنب بعضها في المية ويدق فيها أسفين حديدية كده ويربطها بسلاسل تبقى عاملة زي الطوف أو الطوف الكبير، وتتشد بسلاسل حاجة كده تيجي زي السفن عندنا الصغيرة اللي هي جرارات في قناة السويس اللي بتجر السفن الكبيرة عشان تعبر بيها قناة السويس، هتلاقي برضو جرارات زيها بتجر الطوف ده وتمشي بيه لغاية ما توصل عند المصنع بتاع الأخشاب. ولما توصل عند مصنع الأخشاب تبتدي أوناش كبيرة جدا ترفع الأشجار العملاقة دي وتحطها داخل الأماكن الخاصة بالتصنيع اللي هتحولها بعد كده من أشجار إلى يعني قطع أخشاب أو إلى ألواح من الخشب بإذن الله تعالى. لو جينا بإذن الله هنلاقي إن رغم التطور الكبير اللي حصل في صناعة الموبيليا وفي خامات الديكور، إلا إن الأخشاب ما زالت إلى الآن لها يعني الصدارة للتنفيذ ومنافسة قوية جدا عشان أنواعها المتعددة واختلاف صفاتها وأشكالها. يستخدموها في أغراض مختلفة في أعمال الديكور سواء في الأساس الخشبي أو الأساس المنزلي أو التجليد أو الأرضيات اللي هي الباركيه. هنشوف فيديو عن تصنيع الأخشاب الطبيعية إزاي بيتم تصنيعها بعد ما بتوصل المصنع بتتصنع إزاي. هنلاحظ هنا في ونش عملاق شايل مجموعة من الأشجار، والونش ده بينزل، خدوا بالكم الأشجار بصوا حجمها قد إيه، تقدر تعرف من حجم لو في بشر جنبهم أو في ونش أو في حد بيتحرك تقدر تعرف حجم الشجرة قد إيه. بيتم طبعا الفرز وفقا للأطوال، وتبتدي تمشي الأشجار على اللي هي الممرات الخاصة بيها أو الأماكن الخاصة بيها. واللي بيجرى إن الأشجار دي كمان بيتم إزالة اللحاء البني الخارجي الخشن اللي بيشكل الإيه؟ بيشكل اللي هو الملمس الخشن للشجرة اللي إحنا دايما بنشوفه في الأشجار. كل ده اللي هو الممرات اللي بيمشي عليها الأشجار يبتدي يتم الفرز وفقا للأطوال والسمك بتاع الشجرة. زي ما احنا شايفين دي يعني دي مصانع عملاقة جدا 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 وموجودة جنب الغابات. هنا هيبتدي الشجر يخش او سيقان الاشجار المقطوعة تخش داخل المصنع عشان يتم تأشيرها ونزع اللحاء بتاعها زي ما احنا شايفين كده. هنلاحظ ان زي ما احنا شايفين ان يعني وجود بعض اللون الاخضر ده نظرا لوجود الرطوبة داخل الايه الاشجار والميه، وهنا بيبتدي ان هو اللحاء طبعا اللي هو اللي احنا شايفينه ده يعني ما بيترميش، لا ده بيتاخد وبيتصنع في الاخشاب الصناعيه، وهنعمل حلقه تانيه باذن الله لكيفيه تصنيع الاخشاب الصناعيه. يعني كل البودر اللي احنا شايفينه تحت ده ولا النشاره دي مش هتترمي. طبعا هنا بدات الالواح تتقطع وفقا لتخانتها واطوالها، بوصة واحد او بوصة اتنين او بوصة تلاتة حسب بقى الطول والعرض بتاعه، ده هنعرفه. هنا بقى ايه بيدخل الالواح فين؟ بيدخلها في افران خاصة دي اللي بتعمل عملية التجفيف بتاع الاخشاب، لازم تتجفف كده وهي تقيلة على بعضها، والبخار اللي احنا شايفينه ده هو المية اللي موجودة داخل الاخشاب مع عملية التسخين اللي بتتم بيحصل نوع من التبخير. وكده الخشب بتاعنا لو جف في الهواء بدون العملية الصناعية دي اللي احنا شفناها بيلتوي، النجارين بيقولوا عليه بيفتل، الخشب بيفتل يعني
تلاقي الخشبه اعوجت. هنا طبعا بعد ما اتعمل له عمليه التجفيف بيتعمل له عمليه الايه اللي هي بقى ضبط التخانه وضبط الفرز. هتلاحظ ان اللي هو اطوال موجوده على اليمين تحت في الجزئيه اللي على الشمال وتخانات. والاطوال والتخانات دي بيتم فرزها لان الخشب طبعا لما بيجي يتباع بيتباع بالمتر. فكل قطعه خشب من دول بيتضرب طولها في عرضها في سمكها بتطلع مساحتها قد ايه؟ مثلا 10 سنتي 5 سنتي يعني بتتحسب كده. زي ما احنا شايفين اهو بيبتدي ان هو يفرز الاطوال مع بعضها. دي مصانع استثمارات عالية جدا جدا في صناعة الاخشاب، والاخشاب دي بيتم تصديرها لكل دول العالم. حتى القطع الصغيرة دي من الاخشاب لها استخدام، في قطع صغيرة بتستخدم في صناعة الكونتر. هنا هنشوف عملية اهو بيربط الالواح ببعضيها، وهنا داخلة على مرحلة التغليف. كل مجموعة الواح بيحطوها في سفن طبعا وتنتقل في البحر، والسفن دي بعضها بيكون مش يعني 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 مش مغطى، فبالتالي لابد انه يغطيها بحاجة تكون بتتحمل المؤثرات الجوية. وهنا يعني شفنا الفيلم ازاي بيتم تصنيع الاخشاب بداية من وهي شجرة لغاية ما تروح للاماكن الخاصة بالتصدير. انواع الاخشاب المستخدمة في عمليات التنسيق والديكور، اول حاجة عندنا عندي الاخشاب الطبيعية المحلية. الاخشاب الطبيعية المحلية عندي نوع اسمه خشب الحور. كلنا عارفين اشجار الحور اللي مزروعة على ضفاف الترع والرياحات الرياح في مصر. يعني شجر الحور ده الخشب بتاعه خشب ابيض، ده بينمو على ضفاف الانهار. طول الشجرة دي بيوصل لحوالي 30 متر. طيب خواص خشب الحور ايه؟ لونه اصفر فاتح بيميل للبياض، ما فيهوش عقد، الالياف بتاعته مستقيمة ومندمجة مع بعضيها ومتماسكة، وخشب الحور سيء التلميع جيد التلوين والتشرب. خشب الحور خشب وزنه خفيف سهل التشغيل وبيحتفظ باستواء سطحه ولا يقاوم الضغط، يعني لو ضغط عليه ممكن ينكسر. استخدامه في صناعة الآلات الزراعية وبراميل المواد الجافة، يحط فيه براميل خشب بتاعة البودر والفلفل واللي بتبقى موجودة أحيانا عند الجماعة بتوع العطارة، ويستخدم كمراين وكاميرات. يستخدم أيضا في النجارة الدقيقة وصناعة الأساس والأبلكاش ولوحات الرسم والأرضيات والتجليد. والحور الأبيض بيستخدم كقشرة خشبية في أعمال الحفر. ده المظهر بتاع شكل خشب الحور. هنلاحظ ان الالياف بتاعته مندمجة مع بعضيها. هتلاقي ان اللي هي العقد بتاعته زي ما احنا شايفين الجزئية دي كده، العقدة بتاعته يعني ضعيفة قوي. الخشب مفهوش الياف ولا تفاصيل كتيرة، واللون بتاعه فاتح مائل للبياض زي ما احنا شايفين كده. ده اللي هو خشب الايه؟ خشب الحور. النوع الثاني من الاخشاب الطبيعية المحلية اللي هو خشب الجازولينا. خشب الجازولينا جماعة اللي هم الريفيين عندنا في مصر وخاصة بتوع الدلتا عارفين كويس قوي اشجار الجازولينا وعارفين كويس قوي اخشاب الجازولينا. مصدر خشب الجازولينا من شجر الجازولينا، وشجر الجازولينا الورق بتاعه ورق ابريل، لون الخشب بتاعه
بني ميال للإحمرار، برضو بينمو على شواطئ الترع. الخواص بتاعته يستخدم في صناعة ايه بقى؟ الصاري بتاع المركب اللي احنا بنشوفه ماشي في النيل ده، المايل ده اللي بيبقى راكب عليه الشراع، هو الصاري ده بيتعمل من خشب الجازولين. هنلاحظ كمان كانوا زمان بيعملوا بالأعمدة الخاصة بال كان زمان اسمها البرق، اللي هي البرقيات يعني، كان بيستخدم في صناعة الأبلكاش وأعواد الكبريت والكراسي الخيرزان اللي هي الأنواع اللي هي الفروع الرفيعة بتاعته، وأيضا الجازولينة يستخدم في أرضيات البركي. عندي نوع تاني من الأخشاب المحلية وهو خشب الكافور. خشب الكافور مصدره ان برضو بينمو برضو في مصر على ضفاف الانهار والترع. الخصائص بتاعته انه جيد، سهل التشغيل، الالياف بتاعته قريبه من بعضها، فهو من الاخشاب الصلبه لدرجه ان هو بيضارع الاخشاب المهوجني، وممكن نستخدمه بدل المهوجني المستورد، وبيستخدم ايضا في صناعه الاساس، وبياخدوا منه قشره اسمها قشرة الكافور، ويستخدم في الأرضيات البركية. دي قطاع في شجرة كافور. هنلاحظ حاجة، إن الشجرة دي لو تم تقسيمها الألواح هيطلع منها جزء خارجي، هتلاقي خشب كافور لونه فاتح، وهنلاقي إن فيها جزء داخلي خشب الكافور بتاعه هيكون ميال للبني. فممكن الشجرة الواحدة تطلع لي لونين من ألوان الخشب ليهم استخدامات مختلفة عن بعضهم. نيجي لنوع تاني من الحاجات المهمة قوي، أو الأخشاب المحلية المهمة، اللي هو خشب الليمون. طبعا مصدره بيجي من شجر الليمون. الخواص بتاعته إنه معتدل الصلابة ومائل للاصفرار والنعومه، ناعم. الالياف بتاعته مستقيمه ومتراكمه وسهله التشغيل. خشب الليمون يعمر طويلا ويقاوم الحشرات والنمل، ويستخدم في اشغال الخرط والحفر والتطعيم والقشره. وعايز اقول لكم ان العصايه بتاعت جدي وجدكم، او جدنا، بلاش جدكم انتوا، لان يعني جدودنا هم اللي كانوا بيستخدموا العصايه اللي كانوا بيمشوا بيها ويسندوا عليها ويستخدموها، لهم مقارب شتى فيها. كانت هذه العصايه افضل الانواع واغلى الانواع بتاعتها، تصنع من خشب الليمون، وكانت العصيان الغاليه منها بتصنع من هذا النوع من انواع الخشب، وكانت صلبه جدا ومعمرة، بتعيش سنين طويلة. بعض الإخوة في الريف المصري وفي الصعيد المصري ما زالوا إلى الآن محتفظين بالعصاية بتاعت جدهم كنوع من أنواع يعني اللي هو التراث العائلي. لو حبينا إن احنا نشوف شكل خشب الليمون يعني لما بيتحول لألواح بيبقى هذا الشكل، يعني بيبقى هو ده شكل لوح الخشب بتاع أشجار الليمون الكبيرة بعد ما يتقص وبعد ما يتم تحويله إلى ألواح من الخشب. نيجي لنوع تاني من أنواع الخشب اللي هو خشب الجوافة. طبعا مصدره أشجار الجوافة. الخواص بتاعته إن لون الخشب بني مشوب بحمرة عندما يكون من قلب الشجرة، وأبيض عندما يكون من الطبقة الخارجية. سهل التشغيل وسريع الالتواء، استخدامه في أعمال الخراطة والتطعيم والماركتري. ده شكل خشب الجوافة. هنلاحظ جزء كده غامق بني فوق، ألواح بني وفي ألواح تانية، وده شكل التجازيع بتاعة خشب الجوافة. نيجي برضو لخشب تاني من الأخشاب المحلية. عندي خشب الصرصوع.
او احيانا يتم اطلاق اسم البلسندر المصري. وخشب الصرصوع يعني مصدره برضو الاشجار اللي هي بتنمو في الاراضي الزراعيه وعلى ضفاف الانهار والترع، لونه بني فاتح قريب الشبه من خشب البلسندر، يستخدم في اشغال القشره، يعني بيتم عمل القشره منه. دي كانت الاخشاب الطبيعيه المحليه، الاخشاب الطبيعيه المحليه زي ما ذكرنا كده، اللي هو خشب الكافور، خشب الجوافه، خشب الليمون، خشب الجازولينا، خشب الصرصوع، خشب الكافور، كل دي انواع الاشجار اللي هي المحليه هنا اللي بيتم استخدامها في الصناعات المتعلقه بالديكور وتصنيع الاساس. وعايز اقول لكم، وده كلام عارفينه كويس اخواتنا في الريف، ان احيانا وكان الى وقت قريب جدا كان احيانا بيتم تربيه الاشجار في بعض الاماكن في الريف لحين ان الولاد لما يكبروا يتم قطع هذه الشجرة ويتم تصنيع الاساس منها. والى الان ده موجود في بعض القرى اللي موجودة عندنا في الدلتا، وانا يمكن يعني شفت ده بنفسي في قرية من القرى يعني. وطبعا برضو بتتقطع وبتتعرض لنفس الموضوع وبتخش على يعني قالب او يعني ضاغط معين، والضغط ده بيكون فيه نسبة من السخونة عشان يبخر المية اللي موجودة داخل الخشب. طيب دي الأشجار اللي هي بيطلعوا منها الخشب المحلي هنا في مصر، وطبعا دي أرخص من يعني اللي هو البديل بتاعها المستورد. لكن تعالوا بقى نتكلم على الأخشاب الطبيعية المستوردة. الاخشاب الطبيعيه المستورده اللي هي بتدخل مصر طبعا عن طريق المواني، وبيتم استيرادها من اكتر من مكان حول العالم. اغلب الاخشاب المستورده بيتم استيرادها اما من اوروبا او امريكا او من داخل افريقيا نفسها. بدا السوق الاسيوي يغزو مصر بالاخشاب بتاعته، يعني هنا باذن الله احنا ما زلنا نتمنى في ظل الجمهورية الجديدة وفي ظل الحكم الرشيد لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يتم زراعة غابات من الاشجار اللي يتم استخدامها في صناعات كتيرة من الصناعات المتعلقة بالديكور والاساس في مصر. واعتقد ان احنا عندنا بعض المناطق من الصحراء الشرقية ممتدة، ودائما ما يكون فيها الكثير من المياه ناتجة من احيانا اللي هي السيول اللي بتتكون فوق الجبال، يعني ممكن الاماكن دي تزرع بانواع من الاشجار، يكون هذا شجر يعني بينمو بسرعة ما بيحتاجش مية كتير، يبقى فيها يعني غابات شجرية نبتدي ان احنا نستخدمها في صناعات الاساس عندنا، ونحد شوية من الاستيراد للاخشاب من الخارج. طب لو جينا نتكلم على الاخشاب الطبيعية المستوردة، نبدأ بالاخشاب الطبيعية اللينة اللي بتكون الالياف بتاعتها يعني متباعدة عن بعضيها. واول خشب هنتكلم عنه هو الخشب اللي احنا كنا شايفين صورته، اللي هو خشب الصنوبر. اشجار الصنوبر بتنمو في شمال اوروبا، وبيتم استيراد الخشب بتاعها من السويد والنرويج وروسيا وبولندا، بولندا بالالف، وهو على عدة صور. أول حاجة الصنوبر الأبيض اللي هو خشب البياض، والصنوبر الأصفر اللي احنا بنسميه عندنا المسكي أو السويدي، نظرا لأن الصنوبر الأصفر دايما بنجيبه من دولة السويد بالأخص، والصنوبر الأحمر اللي هو بيسموه الخشب العزيزي، والصنوبر أو بيشبه الخشب العزيزي أنا آسف، والصنوبر الراتنجي اللي هو الخشب العزيزي او البتشبان. طيب ناخد نوع نوع كده. اول حاجة الصنوبر الابيض اللي هو البياض، وهنشوف شكل الخشب ده بيبقى شكله ايه.
المصدر بتاعه أنه لونه أبيض ميال للاصفرار قليلا، وهو خشب لين يحتوي على نسبة صغيرة من المواد الراتنجية سهلة وسهل التشغيل. خشب الصنوبر لو ضغطت عليه بضفرك ضفرك يعلم فيه، وهو خشب من أرخص أنواع الأخشاب، وعلى فكرة سهل الكسر قوي، ما ينفعش يتعمل على ألواح رفيعة أو مقاعد للجلوس لأنه ممكن يعني يتكسر. استخدامه نظرا لافتقاره للمادة الراتنجية فهو لا يستخدم في أعمال النجارة الخارجية مثل الأبواب أو الشبابيك أو الأرضيات، يستخدم في عمل عيدان رفيعة بغدادلي، في عمل تكعيبات البرجولة. ده شكل خشب البياض أو الصنوبر الأبيض، أليافه زي ما احنا شايفينها يشبه الموسك توأمه بس لونه فاتح، بس لونه ايه؟ فاتح. وطبعا الدوائر الغامقة اللي احنا شايفينها دي اللي هي العقد بتاعة الأخشاب. ولمن لا يعرف ما هي العقد اللي هي الغامقة دي اللي بنشوفها في الخشب، العقد دي عبارة عن ايه؟ العقد دي هي العروق والشرايين الخاصة بالأشجار، بمعنى ايه؟ ان هي التي تحمل الغذاء من بداية جذور الأشجار حيث تمتص الرطوبة والأملاح والمعادن من الأرضية وتغذي الشجرة به. طيب دي بتمشي في الفروع لغاية آخر فرع فوق في الشجرة عشان يوصلوا الغذاء بتاعه. طيب بيبقى عن طريق ايه؟ عن طريق العقد اللي احنا شايفينها دي اللي هي العروق بتاعة الشجرة، الشرايين اللي ماشي فيها الغذاء بتاع الايه؟ الشجرة. فلما الشجرة بتتقطع بتفضل العقد دي موجودة عبارة عن نقط بنية كده فيها أقطار مستديرة داخلها، وأحيانا بيكون فيها المواد الراتنجية اللي هي بتغذي الشجرة. أحيانا بتتم بعد تصنيع وبعد دهان الأساس الخشبي إن يبقى فيها إفرازات مع السخونية ومع الحر تبتدي تطلع وتزق الدهان فتعمل بقليلة كده أو ارتفاع طفيف في الدهان، فهنا لابد إن بيتم سد مسام العقد دي عشان خاطر ما تعملش إفرازات وتبوظ لي طبقة الدهان. وبيسدوا الإفرازات بتاعتها بأكتر من طريق لهذه العقد. أول حاجة بالثوم، الثوم بتاع الأكل يجيبوه كده ويقطعوه شرايح ويحطوه داخل قطعة من الشاش ويعصروه فوق العقدة، فالعصارة بتاعت الثوم حامية على العقدة فبتعمل ايه؟ بتعمل عملية كوي للعقدة فما تطلعش الافرازات بتاعتها، كأنك لسعتها بالنار فما تطلعش الايه؟ الافرازات بتاعتها. او يلزقوا عليها يعني حاجة كده رقائق معينة عشان ما تطلعش افرازاتها، او انه يعني بيدهنها بمادة من المواد الراتنجية زي الجمالكة ليها سكنس فبرضو ما بتطلعش الافرازات بتاعتها، بيسد المسام بتاعتها. هنا دي يعني كانت فكرة كده عن العقد وايه سبب وجودها في الاخشاب، وازاي ان احنا لما نيجي نستخدم الخشب في اعمال الديكور او في اعمال التصنيع الخشبي ازاي ان انا اعالج العقد دي عشان ما بوظليش الدهان بعد ما يتم دهانه. نيجي بقى للصنوبر الاصفر، الصنوبر الاصفر او الموسكي او السويدي. الخصائص بتاعته هو خشب القلب بتاع الشجره ما بين الاصفر المائل الى الاحمرار والبني، طبعا في عقد، الحبيبات غليظ كثيف قليل المرونه معتدل الانكماش سهل الشق يعني القطع يعني، والتسمير سيء التلميع جيد التلوين. احيانا بيصاب بالعفن لاحتوائه على نسبة اكبر من المواد الراتنجية. الموسكي بيباع على شكل الواح بتبدأ عروضها من 7.5 سنتي، تبدأ بداية يعني يعني لغاية 3 سنتي، وسمك من 1.9 لغاية 10 سنتي،
10 سم دي يعني 4 بوصة، وسبعة ونص دي يعني 3 بوصة، لقوا فيه كمان أعرض من كده. الاستخدام بيستخدم في نجارة العمارة ونجارة الأساس، وبيستخدم أيضا في تجليد الجدران والوزارات والأرضيات، وبيتعمل منه طبقات من الأبلكاش، ده اللي هو الصنوبر الأصفر، وده شكل الصنوبر الأصفر أو الخشب اللي احنا بنسميه خشب سويدي، وده يعتبر أفضل أنواع الصنوبريات المعتدلة الثمن يعني. لكن في طبعا من الأخشاب الصنوبرية، عندي الخشب العزيزي يعني أفضل منه بكتير، والخشب اللي هو الأحمر الصنوبر الأحمر برضو أفضل من السويدي. عندي خشب الصنوبر الأحمر، وده خشب أمتن من الأنواع السابقة، لونه بيميل إلى الإحمرار، مشبع قوي بالمواد الراتنجية، عشان كده بيعمر بيعيش فترات طويلة، شديد المقاومة، يشبه الخشب العزيزي لكن هو أخف في الوزن وأقل في المادة الراتنجية، وبه عروق راتنجية داكنة، والأخشاب الممتازة منه بتكون غامقة شوية، ونفس استخدامات خشب السويدي. عندي الخشب بقى اللي هو العزيزي أو الصنوبر الراتنجي، لونه أصفر غامق، مشرب بحمرة، ثقيل الوزن لأن فيه مواد راتنجية كتيرة جدا موجودة فيه، مشبع بيها، بيعيش فترات طويلة، عرضة للتشقق، لذلك يفضل استيراده كتل، قوي التحمل، صلب ويقاوم الأحماض والمية، ذو عروق راتنجية ذات شكل جمالي. استخدامه بيستخدم في عمل الجملونات والأسقف والسلالم، وكان بيتعمل بيه ساعات اللي هي التلاجات، اللي هي التلاجات اللي هي الكبيرة اللي كانوا بيحفظوا فيها الفاكهة بتاعة الأسواق، وبسبب جمال عروقه ما بيدهنش بدهان ساتر، بيدهن بورنيش بس، ورنيش شفاف، وده شكل الخشب العزيزي. عايز أقول حاجة فيما يتعلق بالخشب العزيزي، الخشب العزيزي أفضل أنواعه وأغلى أنواعه القديم منه، يعني الفرق ما بين الخشب العزيزي الحديث والخشب العزيزي القديم تقريبا ضعف الثمن. يعني أنا بقالي فترة ما اشتريتوش، أنا اشتغلت فترة كده في مجال الديكور، فترة من الفترات في بداية الألفينات كان الخشب العزيزي المتر بتاعه تقريبا كان أعتقد لو ما خنيش الذاكرة كان ساعتها كان عامل حوالي 6000 جنيه، وكان القديم بتاعه حوالي 12000. طب القديم بتاعه كان بيتجاب منين؟ كان بيتم شراء من أسواق قديمة، أو بتوع أخشاب بيشتروا الأبواب القديمة قوي قوي، اللي كانت أبواب البيوت القديمة وأبواب القصور القديمة وأبواب الاسطبلات القديمة، كانوا بيجمعوها ويشيلوا منها المسامير وبتاع ويفكوها ويبيعوها بالمتر، المتر بتاعها. طب ليه الخشب العزيزي القديم كان بيبقى أغلى؟ لأنه كان بيبقى مجفف تجفيف كامل، المواد الراتنجية بتاعته تصلبت تماما فبقت أشد صلابة، الخشب القديم أكثر تحمل وأقل عرضة للالتواء، أنه يعني زي ما بيقولوا إيه يعني يلف أو يفتل من الأخشاب أو خشب العزيزي الجديد. طيب نيجي بقى نتكلم على الأخشاب الطبيعية الصلبة. احنا اتكلمنا على الأخشاب الصنوبارية وهي أخشاب لينة، والأخشاب اللينة عفوا سهلة الطرق وسهلة القطع وسهلة التسمير، لكنها سيئة التلميع وقوية التلوين، يعني لأن مسامها يعني متباعدة عن بعضيها فبتشرب اللون، تصبغ حلو تاخد لون صبغة كويس، لكن في التلميع ما بتتلمعش حلو لأنها بتشد المادة الملمعة، فأحيانا بيريحوا دماغهم ويدهنوها ورنيش،
او يسد المسام بصلر وبعد كده يدهن ايه ورنيش. طيب نيجي بقى على الاخشاب الاغلى والاكثر استخداما في اعمال الديكور المرتفعة الثمن، وهي الاخشاب الطبيعية الصلبة. الاخشاب الطبيعية الصلبة عندي اكتر نوع خشب احنا عارفينه وبيتم استخدامه هو خشب الزان. اشجار الزان او اشجار خشب الزان بتنمو في الاراضي المرتفعة او الصخرية الرطبة. ارتفاع الشجرة بتبقى 40 متر وقطرها يعني متر، ده المتوسط بتاع قطر الشجرة دي. ايه بقى الخواص بتاعته؟ صلد جدا، صلد جدا. عايزين بقى نعرف طالما جبنا كلمة صلد دي، او يعني ما هو الفرق ما بين الصلادة والصلابة؟ هناك فرق بين المعنيين، يعني ايه صلد ويعني ايه صلب. المثل بيقولك لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتسنى وكن بين بين. الصلادة هي نوع من انواع الصلابة اللي فيها جزء من المرونة، اللي فيها جزء ايه من المرونة، يقال عليه صلد. صلد مرونته خفيفة جدا جدا ولكن قوي. الصلابة بيبقى فيه صلابة شديدة جدا جدا بس ما فيهوش مرونة، بيبقى يعني قابل للايه للكسر الفجأة. نرجع تاني بقى نتكلم على الخواص بتاعته اللي احنا شايفينها على الشاشة. صلد جدا، معتدل الثقل، لونه بين الابيض المائل الرمادي والاحمر المائل للبني، قليل المرونة. احنا قلنا صلد، صلد يعني فيه شوية مرونة، قليل المرونة، شديد الانكماش، يعني شديد الانكماش يعني حجمه بيقل مع الوقت ومع البرودة ومع تبخر اي نسبة مياه موجودة فيه. محلوله المائي لا لون له، يعني ايه محلوله المائي؟ يعني لو جبنا يعني شوية نشارة خشب كده زان حطيناهم في مية، المية مش هتلون. صعب الشق والتسمير، جيد التلميع، سهل التلوين والتشرب، ويقاوم الضغط والمؤثرات الجوية ولكن لا يقاوم الرطوبة والمية، معرض للعفن والإصابة بالحشرات. وده شكل ألواح ومراين الزان، واللون بتاعه بيبقى اللون ده، وبيتباع بالمتر طبعا المربع. بيستخدم في ايه؟ كافة انواع نجارة الاساس، في اشغال الخرط والتطعيم والسلالم والارضيات الباركيه، في يستخدم في عشان صلد، بيستخدم في صناعة ايدي الشواكيش العدد، وبتصنع منه البنوك والمكابس الخاصة بالنجارين، بتصنع منه بعض الالات الموسيقية والاجهزة الرياضية، بيتعمل منه ألواح الأبلكاش وبعض القوالب بتاعت الأحذية. مقاساته إيه؟ المتوسط أطواله من 100 إلى 170 سنتي ويباع بالمتر المكعب، الطويل من 180 إلى 3.40 متر وتباع بالمتر المكعب، والطويل جدا طوله بيبدأ من 3.5 متر، وده يعني وجوده نادر وتمنه غالي عندنا في مصر. نيجي للنوع التاني من الخشب اللي هو خشب الجوز، ده من الأشجار الأخشاب المستوردة، بينمو في الأراضي الغنية بالغابات، طول الشجرة بيتراوح من 15 إلى 50 متر، وفي منه أربع أنواع بيتم استيرادهم: خشب الجوز التركي، وخشب الجوز الأمريكي، وخشب الجوز الإيطالي، وخشب الجوز الإنجليزي. ده شكل خشب الجوز زي ما احنا شايفين، وممكن قوي يبقى لوح الخشب لونين زي ما احنا شايفين، لان هو بيطلع من شجرة، ممكن يكون الشجرة قلبها غامق والجزء الخارجي بتاعها فاتح. فيعني سبحان الله، لا نتعجب من قدرة الله تعالى في يعني هذا الجمال الذي وضعه في الكون. يعني
عندي خشب الجوز التركي. خشب الجوز التركي اجمل انواع خشب الجوز هو خشب الجوز التركي. الالياف الجميله بتاع الالياف بتاعته جميله ومتسعه، لونه بني فاتح قابل للصقل والتشطيب. يستخدم في نجاره الاساس ذات القيمه الغاليه عشان متين واليافه جميله. يستخدم في صناعه خرط الخشب والتطعيم، وبيطلعوا منه قشره اسمها قشره خشب الجوز بتتلزق بيها الموبيليا. يعني لما اكون انا جايب نوع خشب ارخص وعايز ادي مظهر اغلى فبلزق قشره الجوز التركي. عندي خشب الجوز الامريكي. خشب الجوز الامريكي يعني التجازيع بتاعته مش كتيره زي خشب الجوز التركي. سهل التشغيل، لونه بني داكن ولا تظهر اليافه عند الصقل مقارنة بالجوز التركي. قليل الانكماش، كثير الالتواء يعني بيفتل. استخدامه يستخدم في صناعة نجارة الأساس والخرط والتطعيم. عندي خشب الجوز الإيطالي، وخشب الجوز الإيطالي هتلاقيه جاي يعني قريب في جودته من خشب الجوز التركي نظرا لمدى القرب ما بين إيطاليا وتركيا. الخصائص بتاعته ألياف داكنة اللون، واضح التجازيع، لونه بني مائل إلى السمرة. يستخدم في القشرة السمينة اللي هي قشرة الخشب بتلزق على الخشب. ولما أجي أشرح الأخشاب الصناعية بإذن الله تعالى هشرح لكم إزاي بتتعمل القشرة والأبلكاش والخشب الام دي اف، وإزاي بيتعمل الخشب الكونتر. حاجات مهمة جدا لازم طلاب تخصص الزخرفة والإعلان والتنسيق والديكور يكونوا عارفين. عندي خشب الجوز الإنجليزي، وده لونه بني مائل الرمادي الباهت غير معمر، ويصاب بالإصابات الحشرية، نادر الحصول عليه بسبب ندرته. يعني استخدامه مقصور على دبشك البندقية اللي بتعمل بيه الإيد بتاعت البندقية، يعني عشان يعني كثرة النظافة والصيانة اليومية فبيعملوه بيستخدموه لدبشك البندقية. نيجي لخشب مهم قوي، في عندي خشب الأرو، والأرو مصدره في الأراضي الجافة المرتفعة زيه زي الزاني يعني، وفي السهول الرملية، وارتفاعات الأشجار بتاعته من 15 ل 45 متر، يشبه الزان شوية في أشجاره ولكن طبعا شكله مختلف. وهو عدة أنواع، أرو إنجليزي ونمساوي وأمريكي وأفريقي، وبيجي من بولندا، ويعني اللي هو يعني وبلطي. أدي شكل خشب الأرو المتفجر الإيه التجازيع، أنواعه يعني مختلفة، وحتى ألوان الخشب الأرو مختلفة. هتلاقي من نوع منه يشبه المسك بس ما فيهوش عقد في الشكل، مش في النعومه. هتلاقي نوع منه يعني ما فيهوش تجازيع كتير، بيسموه ارو عادي، وده ارو مفجر. وفي نوع منه بيبقى لون الخشب بتاعه يعني فاتح ابيض شويه، ونوع منه بيبقى لونه بني شويه، ونوع منه بيبقى لونه عامل زي الكافيه. يعني الوانه ايه متعدده حسب نوع الدوله اللي هو جاي منها. الأرو الإنجليزي نادر وصعب الحصول عليه، لونه أسمر داكن ومنه البني الضارب للبياض. لا يستخدم في الأساس ولا الخرط. يستخدم في نجارة العمارة، الأبواب والنوافذ والسلالم، وتجديد الجدران، وأعمال القشرة. غالبا بيستخدم في أعمال القشرة. عند الأرو النمساوي، والأرو النمساوي يعرف في الأسواق بالأرو المصدف لأنه بيبقى فيه لمعة كده. يحتوي على حامض يستخدم في دباغة الجلود، يستخدم في أعمال القشرة وفي صناعة السلالم والأرضيات. عند الأرو الأمريكي ويعرف بالأرو الأبيض، وهو على هيئة كتل بقطاع مربع من 25 إلى 50 سنتي وأطول من 6 إلى 9 متر. وعند الأرو الأفريقي، وده صعب التشغيل ولونه أحمر قاتم مندمج الألياف، ويستخدم في النجارة الزخرفية والخرط والتطعيم. دي أنواع خشب الإيه الأرو. عندي خشب البلوط.
خشب الملوط بينمو اشجاره بتنمو في النمسا والمجر وايطاليا وامريكا الشماليه واسبانيا في المناطق الجافه المرتفعه والسهول الرمليه. خواصه ان هو ابيض ميال للاصفرار في يعني في قلب الشجره بيبقى ميال للاصفرار وميال للاحمرار من الخارج، يتحمل الماء والتاثيرات الجويه المختلفه من مكان لمكان. التجازيع بتاعته تشبه تجازيع الارو شويه، الا انه فاتح اللون وصلب وثقيل الوزن، خالي من العقد، دقيق الحبيبات، عسير الشق يعني ما بيقطعش بسهوله بالمنشار، ما بيتسمرش كويس، ما بيشربش اللون حلو، لكن عشان مدمج الالياف بيبقى جيد التلميع. يستخدم في اعمال الخراطه واساس الكنائس والمساجد ونجاره الاساس والارضيات، الباركيه وصناعه بعض العدد ومقابضها واجهزه الجمباز، مستلزمات الرياضه والبراميل واعمال القشره. وده شكله، ده شكله، شوف التجازيع بتاعته جميله ازاي، شوف اللون بتاعه عامل ازاي، سبحان الله على الجمال اللي موجود في تجازيع هذا النوع من الاخشاب. نيجي بقى الخشب المهوجني، يمكن ده احنا بنشوفه بكثره لانه يعني بيستخدم في لزق القشره الداخليه لغرف النوم، هتعرفوا شكله دلوقتي اول ما تشوفوه. اشجاره غابات استوائيه امريكا وافريقيا وجنوب المكسيك، لونه اسمر ميال للاحمرار او بني ذهبي، بيسود مع الزمن، خفيف وناعم، سهل التصنيع، جيد التلميع، اليافه مستقيمه، يعطي مظهرا جميلا بعد دهانه بالاسطر، ويستخدم في اشغال الخرط والتطعيم والاساس والقشره والات الرسم وبناء السفن، وبيتعمل منه جسم البيانو. ده شكله، تحس ان هو مصدف كمان شويه ولمعته عاليه كده، حتى وهو مش مدهون. شكل خشب المجنى او الماهوجني بالاسم العلمي بتاعه. لحد كده يعني احنا اتكلمنا على انواع الاخشاب الطبيعيه المستخدمه في اعمال الديكور. الاخشاب الطبيعيه زي ما ذكرنا في الحلقه، منها اخشاب طبيعيه محليه واخشاب طبيعيه مستورده. والاخشاب الطبيعيه المستورده بتنقسم الى نوعين من الاخشاب، الاخشاب اللينه وهي فصيله الصنوبريات اللي جايه من اشجار الصنوبر، اللي منها خشب البياض وخشب السويدي او الصنوبر الاصفر وخشب الصنوبر الاحمر والعزيزي، دي انواع الاخشاب بتاع اللينه. وعندنا الاخشاب اللي هي الصلبه زي ما ذكرناها، وعلى راسها خشب الارو وخشب المهوجني وخشب الزان، ويعني انواع الاخشاب والبلوط، انواع الاخشاب اللي هي الصلبه الغاليه الثمن. مهم قوي ان احنا كنا نعرف انواع الاخشاب في التخصص بتاعنا، لان اذا كنت هتتخرج وهتختار من ضمن الجدارات اللي انت بتتعلمها انك تشتغل في مكتب ديكور او في شركه من الشركات مشرف موقع للديكور، فلابد انك تكون ملم بحاجات كتيره جدا، منها انواع الاخشاب الطبيعيه والصناعيه. النهارده كنا بنتكلم على انواع الاخشاب الطبيعيه، وطبعا بما ان انواع الاخشاب كتيره فانا ما قلناش كل الانواع، احنا قلنا الانواع اللي موجوده عندنا بس في المنهج بتاعنا، ولكن في انواع اخرى من الاخشاب كتيره ومتعدده. عايز اقول لكم ان في مئات بل عشرات المئات من انواع الاخشاب المختلفه اللي موجوده في العالم، نظرا ل يعني انواع الاشجار الكتيره اللي ربنا خلقها في الدنيا. ارجو اننا نكون استفدنا النهارده من الحلقه بتاعتنا. انتهى وقتنا، وباذن الله تعالى يعني نتقابل في حلقه ثانيه نتكلم على الاخشاب الصناعيه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.